وأيضا للمزيد من المتابعة والحديث عن العلاقات المصرية البرازيلية وزيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى مصر، وكيف يمكن الاستفادة من التجربة البرازيلية الملهمة في التنمية في العقود الأخيرة، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سمير السمان خبير العلاقات المصرية البرازيلية. دكتور سمير، مرحبا بك. أهلا، كيف؟ أهلا بك على شاشة النيل للأخبار. دكتور سمير، كيف تابعت زيارة الرئيس البرازيلي دا سيلفا إلى مصر، وما هي أهم مجالات التعاون المشتركة التي ترونها واعدة لمصر من خلال خبرتك العريضة في البرازيل لبضع عقود سابقة؟ الحقيقة لسه الزيارة طبعا بادئة، ما ظهرتش نتائج محادثات، لكن من المعروف أن البرازيل ومصر وأمريكا اللاتينية كلها ومصر تربطهم يعني روابط جديدة، لأن هم كشعوب ممثلين لنا تقريبا، والبرازيل عانت قبلنا من اللي احنا بنعانيه دلوقتي، وتعرف مشكلتنا كويس جدا وعندها حلول كتيرة لنا لو تعاوننا مع بعض. البرازيل بتمثل أمريكا اللاتينية كلها، وكلهم بيحترموا الحقيقة رأيها وبيتعاونوا مع بعض أمريكا اللاتينية كلهم. فمجرد إن احنا نوفر علاقاتنا بالبرازيل، إن شاء الله إن شاء الله هتكون البرازيل في جنوب أمريكا، وهتكون مصر هنا إن شاء الله في الشرق الأوسط، دولتين محوريتين، و هيقود العالم بإذن الله مع باقي الدول العظمى. نعم. إذا كيف تدعم هذه الزيارة أواصر التعاون والتكامل بين مصر والبرازيل سواء سياسيا أو اقتصاديا؟ هتدعم يعني الدولتين هيدعموا بعض كويس جدا جدا، لأنهم بيمثلوا مجموعتين كبار وجزء كبير من العالم. وأتمنى ان اتفاقيه فتح خط مباشر من مصر للبرازيل تفعل في هذه الزياره، لان بدل ما المسافر للبرازيل يقضي 15 16 ساعه طيران، ممكن هتنزل ل 10 ساعات، فدي هتزود العلاقات. ومصر محتاجه تقريبا معظم اللي احنا محتاجينه موجود في البرازيل، والبرازيل ميزتها في التجاره بتاعتها ان هي دوله مستغله او دوله يعني بتبص انها تكسب، بس لا، بيبقى علاقاتها علاقات تامه، وبتقف جنب فعلا شركائها في العلاقات الاقتصاديه والعلاقات التجاريه والعلاقات السياسيه وكده. فهتكون حليف لنا كويس، ووجود برازيل لمصر كحليف معناها ان كل دول امريكا اللاتينيه هتكون حليفه لمصر وداعمه لمصر ووقفه ورا مصر. احنا الحقيقه محتاجينها. البرازيل 220 مليون شخص، وخاصه ان هم قاسوا من امريكا نفس اللي حصل معانا، ان امريكا تقرض وبعدين تضغط الكلام ده. دعنا اكثر دكتور سمير في التجربه البرازيليه التي تعتبر ملهمه لكثير من الدول الناميه الآن، وأنت تعايشت مع هذه التجربة بالتأكيد بشكل مباشر. البرازيل في الثمانينات القرن الماضي كانت مشرفة على الإفلاس وتخطت هذه المرحلة وأصبحت من كبرى دول القارة، فحدثنا أكثر عن هذه التجربة الملهمة. الحال البرازيل كانت واصلة لمستوى اقتصادي سيء للغاية بعد إفلاس الأرجنتين. البرازيل كانت في ثالث الطريق، حلوا المشكلة بتاعتهم بأنهم بعدوا عن صندوق النقد الدولي ومعبروش صندوق النقد الدولي واشتغلوا بالعمل. البرازيل وصلت المحطه خامس دوله اقتصاديا على مستوى العالم. البرازيل سلفت الامم المتحده سنه فاتت او كانت عندهم ازمه ماليه سلفتهم بالشغل. احنا لو مشينا التجربه المشكله بتاعتهم زي مشكلتهم اللي كانت بالظبط، ولو خدنا معظم اللي هم استعملوه في حل مشاكلهم هتتحل مشاكلنا ايضا. وهم صادقين ان احنا استعملنا ده ما هياش دوله استعماريه ولا عماره حد. لهذا هي تقدر بوظيفتنا وتقدر ظروفنا وهتكون الطيب المساعد لنا باذن الله. ف
يا ريت اتمنى ان نقوي علاقاتنا بيهم، واللي هيقوي العلاقات يجوز خط دوران مباشر، تسهيلات في التاشيره، كل دون هيخلي الشعبين يلتقوا اكثر، وان شاء الله كل احتياجاتنا الماليه موجوده عندهم، والدفع هيكون بسيط، مفيش استغلال، لان هي دربت الاستثمار، وبالتالي مش بتستعمل حد ولا بتضغط على حد ولا بتستغل حد. فان شاء الله دي تكون بدايه يعني مرحله جديده على قلب الناس في البرازيل، وان شاء الله بدايه الفتح. نتمنى بالتأكيد كلنا هذا، ولكن بالحديث عن الجاليتين المصرية في البرازيل والجالية البرازيلية في مصر، حدثنا أكثر عن أوضاع هاتين الجاليتين، ولنبدأ بالجالية المصرية في البرازيل. الحقيقة الجالية المصرية في البرازيل مش كبيرة قوي، يعني 2000 أو حتى بين 2000، ومعظمهم بيشتغلوا في مراكز البحوث والجامعات وفي الشركات الصناعية الكبيرة. في البرازيل غير مصر، الجاليه البرازيليه 3000 فرد وسيده، في منهم الكثير اللي هم متجوزين من مصريين وابناء من برازيليين مصريين، وفي اللي هم عايشين فعلا بيعملوا. ولو المواصلات اتسهلت بالخط اللي هيتفتح الجديد ده، فهيكون ان شاء الله في جاليه اكبر، والبرازيليين في منهم خبراء كتير جدا ممكن يساعدهم، الى جانب الخبراء المصريين. البرازيل فيها مصريين صحيح عدد قليل، ولكنهم خبراء معظمهم بيشتغلوا في مراكز وجامعات. من خلال خبرتك في البرازيل، ما هي اهم اوجه التشابه او الجوانب المشتركه ما بين الشعبين سواء ثقافيا او حضاريا، ما يمكنها من او التي تساهم في زياده تعزيز وتدعيم اواصر العلاقات بين الشعبين وليست الحكومتين؟ هي الحقيقه البرازيل بتشابهنا كتير جدا، وفي تشابه كبير، ولهذا التقارب بتاعنا بيبقى سريع جدا، لانها زي الشعب مصر. البرازيلي تلاقيه خفيف الظل، سريع النكتة، بس ما بيفكرش بكرة، هو فكر في يومه ان انا عايش النهاردة، لو طلبت منه حاجة لبكرة يقول لك احنا لسه النهاردة. فالحقيقة تلاقيهم ناس ماشيين بالطبيعة جدا جدا ومخلصين. ممكن تتقابل مع واحد في الشارع تسأله على حاجة، يسألك كلمة تجيب كلمة، كلمة تجيب كلمة، هتقعدوا على كافتيريا تاخدوا قهوة يقولوا منها أصدقاء ويقولوا بعض في بعض. مش شعب يعني لا تتخيل قد إيه شعب حبيب، وإنك أنت ممكن تعمل معاه حاجات كويسة جدا. وناس زي ما بقول لك اللي هي المصريين اللي هم عندهم النكتة السريعة وعندهم النقاشات، ويعني أقول أنا عشت يعني حضرتك عايش 60 سنة في البرازيل دلوقتي، ولغاية دلوقتي فعلا بمنتهى الاخلاص والصدق، عمري ما حد زعلني او حد قال حاجه تزعل او حد تحب. ما عندهمش اي حساسيات، ما عندهمش عصبيات، لا عصبيه دينيه ولا عصبيه لون ولا عصبيه جنس ولا لغه ولا حاجه. بيتعامل معاك كشخص، وما انت كشخصك ملوش دعوه انت بتكسب ايه بتجيب ايه، ملوش علاقه، له علاقه بيك علاقه شخصيه، ودي الميزه اللي فيه. وكيف يمكن العمل على هذه المشتركات او الجوانب المشتركه بين الشعبين وترجمتها على ارض الواقع الى علاقات اقتصاديه حقيقيه ومتطوره مع الوقت؟ هي التجارب هي من ايه؟ بالاحتكاك. الاحتكاك، اذا البرازيل بيحبوا السفر والبرازيل نفس العمليه، طيب ما احنا لو سهلنا طرق المواصلات كل احتياجاتنا الموجوده في العالم واللي فيه البعض بيحتكرها علينا هنلاقيها في البرازيل، ولو في حاجه يعني معصيه علينا احنا الغربة هنشتغل مع بعض، هنطلع بحلول سريعه جدا ويعني حلول متقدمه جدا. فهي العمليه عمليه اللقاء، نسهل بس طرق المواصلات
ونسهل التأشيرات. الشعبين ده هيندمجوا مع بعض بسرعة لأن فيه صفات كتيرة جدا 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 من بعض. بالعودة للحديث عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتكتل البريكس تحديدا الذي أسسته البرازيل مع عدد من الدول وأصبح من أكبر التجمعات أو التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم، ومصر انضمت إليه مؤخرا في قمته الأخيرة في جنوب إفريقيا منذ أشهر. كيف يمكن استثمار انضمام مصر لمجموعة بريكس وتأثير هذا على الاقتصاد المصري مستقبلا؟ حضرتك لو شفنا المشكله الاقتصاديه بتاعتنا اللي بتتمثل في قله الدولار او عدم وجود الدولار مع ارتفاع الاسعار مع الفوائد العاليه، البرازيل قاست من دي نفسها وجت في وقت قالت لامريكا انا مش هاخد بفوائد لا فوائد الافراد، فوائد الدول لازم تختلف، واجبرت البرازيل انها تنزل الفوائد على القروض وانها تلغي كتير من القروض اللي بقت يعني كانت غير طبيعيه، وعندها حاليا كل ما يحتاجه العالم، البرازيل بتاكل العالم، اللحوم، طول الصويا، الصين بتاخد 2 مليون طن في السنه، اللي عدت الدوله موجود، الاعلاف موجوده، كل شيء تقريبا موجود عندهم لان الجو منهم بان عندهم 40% من المياه العذبه في العالم موجودة في البرازيل، أكسجين العالم ده طالع من الأمازون البرازيل، فعندهم الحقيقة البترول هو كان سبب يعني دقهم المالي قبل كده، اكتشفوا البترول في المحيط ودلوقتي شغالين وبدأوا يصدروا جزء كمان، فما عندهمش أي مشكلة وعندهم كل ما يحتاجه العالم. طب ليه إحنا ما نتعاملش اكتر ونزود علاقاتنا ونوسخ علاقاتنا مع دوله ظروفها ظروفنا ومرت بنفس الظروف اللي احنا بنمر فيها دلوقتي، فهو بتتعامل معانا بتتعامل وعينها على المشكله اللي احنا فيها انها مرت بيها، غير المستعمل اللي هو يسلفك عشان بكره يجي يصدعك بالقرض اللي عليه. فالحقيقه الزياره دي تكون بدايه العلاقات الجد والعلاقات السليمه مع البرازيل، وهيكون فيها المفتاح الحقيقه اللي هيدفع مصر للامام وللعلم الدولي. نعم. اشكرك في النهايه شكرا جزيلا، ونتمنى كل التوفيق لهذه الزياره في دعم وتعزيز العلاقات المصريه البرازيليه. الدكتور سفير السمان خبير العلاقات المصرية البرازيلية وممثل الجالية البرازيلية في مصر، بشكرك شكرا جزيلا.